السلام عليكم أصدقائي، وأهلا بكم في فيديو جديد على قناتكم الغاز تيوب. نقدم لكم الغاز الحرف المفقود. قبل البدء لا تنسى اللايك والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر في نشر المزيد من الألغاز إن شاء الله. هل أنت مستعد؟ هيا بنا. الاختبار الأول. ما هو اسم الولد؟ الإجابة وسام. الاختبار الثاني. ما هو اسم الحيوان؟ الإجابة ثعلب. الاختبار الثالث. ما هو اسم الفاكهة؟ الإجابة تفاح. الاختبار الرابع. ما هو اسم الدولة؟ الإجابة كوبا. الاختبار الخامس. ما هو اسم الخضار؟ الإجابة كوسة. الاختبار السادس. ما هو اسم البنت؟ الإجابة سندس. الاختبار السابع. ما هو اسم العاصمة؟ الإجابة عمان. الاختبار الثامن.
ما هو اسم الدولة؟ الإجابة تونس. الاختبار التاسع. ما هو اسم الخضار؟ الإجابة فلفل. الاختبار العاشر. ما هو اسم البنت؟ الإجابة زينب. الاختبار الحادي عشر. ما هو اسم الفاكهة؟ الإجابة رمان. الاختبار الثاني عشر. ما هو اسم الحيوان؟ الإجابة قندس. شكرا لكم على المشاهدة أصدقائي الأعزاء. أخبرنا في قسم التعليقات بعدد إجاباتك الصحيحة. إلى اللقاء في فيديو جديد، وتحياتي لكم جميعاً.